قضية الحلال والحرام، أن حجيجا منذ 100 عام خرجوا من مصر إلى جدة على السفينة، منذ 100 سنة قصها علينا الأجداد، وخلع الرجل السرة التي على وسطه ليطمئن على 13 جنيها التي معه في رحلة الحج. فتح السرة إذا بقرد أعزكم الله فوق السفينة يخطف السرة ويقفز يطلع على الساري يلقي في حجر الرجل نصف جنيه ونصف جنيه في الماء، جنيه في حجر الرجل وجنيه في الماء، إلى أن ضاعت من 13 6 جنيهات. جلس الرجل يبكي، لم يكن هناك لا الكريدت ولا غير الكريدت ولا سبحان الله ولا بطاقة يستطيع أن يعني يداعب بها الجهاز فيخرج له الدينار والدولار سبحان الله. يعني فالشيخ الذي يعني ما لك يا فلان؟ يا شيخ أنا ذاهب في رحلة الحج وأتق الله ربنا، هذا القرد يأخذ المال ويضيع. قال ما صناعتك؟ قال بائع لبن. قال وهل تغش اللبن بالماء؟ قال نعم. قال ثمن الماء ذهب إلى الماء وأخذت ثمن اللبن. فقضية هذه منظومة، هذه منظومة قيم، يعني هذه منظومة قيم. في أن أبو حنيفة يقول له 5 زيادة والأربعة زيادة، أما أنت يا بائع اللبن أيضا أخذت ثمن ما نسبة وتناسب، كنت تغش اللبن بالماء بنسبة كذا. فسبحان الله منظومة القيم يضع يده في صبرة من الطعام صلى الله عليه وسلم، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته الماء يا رسول الله. قال ألا جعلته من فوق؟ من غشنا فليس منا. ويسمع عمر أم بائعة اللبن ويقول، تقول لها هل غششت اللبن؟ فيحذرها عمر، ويمر في اليوم التالي يسألها هل غششت، تسألها هل غششت اللبن؟ قال أما عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن؟ قالت وهل يرانا أمير المؤمنين؟ تقول لها إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. يعود عمر ويجمع أبناءه ويقول من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ المهم يتزوجها عاصم ينجب منها ليلى، ليلى تتزوج عبد العزيز بن مروان لتنجب لنا عمر بن عبد العزيز. إذن قضية منظومة القيم، منظومة الحلال، منظومة أن نعلي قدر أوطاننا ونعلي بعد قبل ذلك قدر ديننا وقدر كتابنا وقدر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أبدا مش كنت يا شيخ صدري يجي لي ويضيق علي بالليل وألم شديد. قالوا لا حول ولا نفس المرض اللي مات بيه عم الشهر الماضي. سبحان الله، هذا ليس من المبشرين ولا حتى من المبشرين تنيم حتى سبحان الله. فبشروا ولا تنفروا، المريض له حقوق سبحان الله. أما حق اليتيم، حق اللقيط، أنا بس حق الطريق لا إله إلا الله، حق المجتمع عليك، حق الدولة، حق الحاكم وحق المحكوم، كل هذه حقوق، هذا هو الرقي الحضاري الحقيقي. أما ما قدمه